الحلقة الثالثة من Relaxed Speech أو أكل الكلام في الإنجليش، وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على اختصارات الضمائر في الإنجليش. هنتكلم على he, him, his, her, your, them. Let's start. أول ضمير معنا هو he، وكلنا عارفينه بمعنى هو. he اختصارها بيبقى e، يعني بنشيل ال h دي نرميها في البحر. خلينا أديك أمثلة عشان تفهم أكتر، أوكي؟ لما تبقى مثلا بتسأل على واحد او بتسأل على عمره، بدل ما تقول how old is he بنختصرها وبنقول how old is he. how old is he، الله ابنك جميل قوي عنده كم سنة. how old is he بدل how old is he. how old is he is he. عاوزين مثلا نقول تفتكر هو زعلان، you think he is mad، بدل ما تقول you think he is mad ممكن تقولها بسرعة بالامريكان او بالبريطاني ايا كان. You think he's mad? You think he? You think he's mad? You think he's mad? راحت فين ال H مش موجودة. You think he's mad? You think he's mad? عندنا كمان him، وده الضمير المفعول بتاع he، والاختصار بتاعه بيبقى him بس. يعني مثلا عاوز أقولك اديله المعلومات، بدل ما أقولك give him the information هقولك إيه؟ give him the information. give him the information. أنا عاوز أقولك مثلا أنا قتلته هقولك I killed him. I killed him. بدل ما أقولك I killed him. عندنا كمان her، و her ده ضمير المفعول بتاع she. her بيختصرها her. مش هقول لك أنا قتلته، أنا مفتري بقى كمان وقتلتها. بدل ما أقول I killed her هقول I killed her. I killed her مفتري بقولك killed her. his بيختصرها is، okay؟ فبدل ما أقول مثلا لو أنا عاوز أقول بالإنجليش أنا أخدت عربيته، بدل ما أقول I took his car ممكن أشيل ال h وأقول I took his car. I took his car. I took his car. Your اختصارها بيبقى your. فلما اجي مثلا اسالك بالانجلش واقول لك how's your mother، طبعا انت تقولي مالكش دعوه، انت مالك ومال مامتي، انت مال مامتك، اوكي؟ بس المهم ان الاختصار بتاعها بالانجلش your mother، ما قلتش how's your mother، انا قلت بسرعه how's your mother، اوكي؟ اخر حاجه معانا النهارده هي them. them الاختصار بتاعها m، زيها زي him على فكره نفس الاختصار. بتفرق ما بينهم ازاي؟ بتفرق ما بينهم من السياق، حسب هو بيتكلم على جامعه ولا بيتكلم على واحد. فلما اجي مثلا اقول لك بالانجلش he held them، بدل ما اقول لك he held them هو ساعدهم، ممكن اقول لك he helped them هو ساعدهم. ف them بقت M. عاوز اقول لك بقى في اخر الفيديو، لو انت عاوز تثبت المعلومه دي في دماغك فعلا امشي على نفس القواعد اللي انا قلت لك عليها، وحاول بعد الفيديو على طول تطلع امثله ثانيه وتكتبها جمل ثانيه واكتبها باختصار وحاول انك تكررها. لو الفيديو عجبك وما سمعتش المعلومه دي غير هنا، يا ريت تشير الفيديو. ثانك يو، وخليني اشوفكم على خير. باي.